خوفاً من مصير بالماضي. يجب على وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي التحرك سريعاً لإصلاح بعض الملفات في صفوف فريقه للعودة من جديد إلى الطريق الصحيح وتجنب ما حدث مع المنتخب الجزائري. هجمات قوية من الجماهير على وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي بعد الخروج المخيب مبكراً من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا. المنتخب المغربي لحق بالجزائر الذي خرج من دور المجموعات، وكان هذا الخروج بمثابة الزلزال الذي أنهى رحلة جمال بالماضي مدرب المحاربين مع الفريق، وقد ينهي رحلة عدد من اللاعبين كذلك. وليد الرجراجي يحتاج التحرك سريعا ليتجنب مصير جمال بالماضي، وحتى لا ينهار المنتخب المغربي كما انهار منتخب الجزائر في الفترة المقبلة مع بداية رحلة تصفيات كأس العالم. المنتخب المغربي لا يملك سوى لقب وحيد في كأس الأمم الإفريقية، والذي توج به في نسخة عام 1976 في إثيوبيا، وما زال يبحث عن اللقب الثاني والتخلص من عقدة البطولة القارية. التصريحات الاستعراضية والاستفزازية للعديد من المنافسين وخصوصاً العرب هي أول الأمور التي يجب أن يبتعد عنها وليد الرجراجي في الفترة المقبلة حتى يبدأ مسار الإصلاح. هذا النوع من التصريحات يبدو أنه يفقد الرجراجي جزءاً من تركيزه، كما يصدر نوعاً من الثقة الزائدة للاعبي المنتخب المغربي، وهو ما عارضه بشدة العديد من الجماهير المغاربة أنفسهم. المشاحنات والمشاجرات كذلك أمر بدأ يظهر على وليد الرجراجي، وهو ما حدث خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية بعدما دخل في مشادة مع قائد الفريق عقب صافرة النهاية، ما تسبب في إيقافه لأربع مباريات قبل أن يلغى القرار باستئناف الاتحاد المغربي. نسيان ما حدث في مونديال 2022 هو كذلك خطوة مهمة نحو إصلاح المسار للمنتخب المغربي. فمنذ الإنجاز التاريخي للمغاربة في كأس العالم، ويبدو أن اللاعبين يشعرون أنهم أفضل من كل المنتخبات الإفريقية، نفس أخطاء جمال بالماضي يرتكبها الرجراجي بتمسكه بنفس الأسماء التي اعتمد عليها في الفترات الماضية، واستخدام نفس الخطط والتكتيكات ليصبح محفوظاً للمنافسين في القارة السمراء. المنتخب المغربي في حاجة كبيرة لنسيان ما حدث في المونديال والنظر إلى المستقبل والبحث عن الطموحات المقبلة والأهداف التي يجب أن يعمل على تحقيقها، ومنها بالتأكيد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية. التكتيك الجديد والخطط المختلفة هي الحل الثالث لورطة المنتخب المغربي، مع منح الفرصة للعديد من الأسماء الجديدة في مختلف المراكز حتى يتمكن من الاعتماد على أكبر عدد من الأسماء أمام المنافسين المختلفين. بعض اللاعبين فشلوا في تقديم إضافة للمنتخب المغربي، ولم تعد تكتيكات الرجراجي قادرة على خداع المنافسين، وهو ما يؤكد الحاجة للتجديد في الأسماء وطريقة اللعب.